وعن ربيعة الأسلمي قال إن رسول الله، شوفوا فضل الصديق، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاني أرضا وأعطاني أبو بكر أرضا. النبي إدى أرض لربيعة وإدى أرض للصديق. وجاءت الدنيا فاختلفنا في عذق نخلة. سيدنا ربيعة بن مالك الأسلمي اختلف مع سيدنا الصديق في عذق نخلة. ده يقول النخلة في حدي وده يقول النخلة في حدي أنا، والأرضين متجاورتين. فقلت أنا هي في حدي، وقال أبو بكر بل هي في حدي. فكان بيني وبين أبي بكر كلام، فقال أبو بكر كلمة كرهها وندم، فقال لي يا ربيعة رد علي مثلها حتى تكون قصاصا. أبو بكر غضب قال له كلمة وبعدين ندم قال له قل لي زيها عشان تبقى اقتصيت وخدت حقك في الدنيا. فقال لي يا ربيعة رد علي مثلها حتى تكون قصاصة، قلت لا أفعل. فقال أبو بكر لتقولن أو لأستعدين عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت ما أنا بفاعل. المهم سيدنا الصديق رضي الله عنه ذهب إلى النبي، قال ربيعة فأتبعته حتى أتى النبي فحدثه الحديث كما كان. فرفع النبي إلي رأسه وقال يا ربيعة ما لك وللصديق؟ مزعل أبو بكر ليه؟ ما لك وللصديق؟ قلت يا رسول الله كان كذا وكذا وكذا وكذا، وقال لي كلمة كرهها، فقال لي قل لي كما قلت حتى يكون قصاصا، فأبيت. فقال النبي أجل لا ترد عليه. الكلمة اللي أذاك بيها ما تقولوش زيها زي ما طلب منك عشان تبقى خدت حقك وقصاص، لا لا ترد عليه مثلها، ولكن قل غفر الله لك يا أبا بكر. الله على جمال أخلاق سيدنا النبي. واحد قال لك كلمة، قال لك مثلا يا أحمق، لو قلت له أنت اللي أحمق كده أنت ما أخطأت، لأن المستبان ما كان منهما فعلى الأول ما لم يتجاوز الثاني. يعني لو قال لك يا أحمق قلت له أنت لستين أحمق كده أنت تجاوزت، هو قال لك يا أحمق واحد. فالنبي قال لا، لو قال لك كلمة جديدة أذتك وقال لك قل زيها قصاصا ما تقولوش كده، ولكن قل غفر الله لك يا أبا بكر. دي الأخلاق اللي النبي عايزها بين الصحابة. فقلت غفر الله لك يا أبا بكر، فولى أبو بكر رضي الله عنه وهو يبكي. رواه الإمام أحمد وصححه الألباني. هذا الحديث والذي من قبله يبين مكانة الصديق في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يخصهم بأشياء دون سائر الصحابة. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه فقال إن الله خير عبدا بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله. النبي قبل ما يموت بيومين وقف على المنبر يقول إن الله خير عبدا بين أن يؤتيه زهرة الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله. فبكى أبو بكر الصديق وبكى، يعني بكى كثيرا، ثم قال فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. قال أبو سعيد فقلت في نفسي ما يبكي هذا الشيخ، إن يكن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله. فكان رسول الله هو العبد وكان أبو بكر أعلمنا. قال يا أبا بكر، النبي يقول له بقى لا تبكي يا أبا بكر لا تبكي، إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر، ولكن أخوة الإسلام ومودته لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر. رواه الشيخان.